أسمع يمكن حول هذا البيان وحول يمكن ما يراه حزب مستقبل وطن خلال الأيام القادمة. دكتور سمير صبري، أمين شؤون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، أهلا يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا دكتور. يمكن البيان بصراحه كما جرت العاده هو اكثر من رائع، وتلاه سياده النائب احمد عبد الجواد، ومهم عندنا ان احنا نفهم يمكن الخطوات القادمه من الحزب، ونحن نعلم ان الحزب دائما الحقيقه يعني كتفا بكتف في ظهر، او يعني هو ظهير حقيقي ل يعني الرئيس وتوجهاته وتوجيهاته. واكيد ايضا الحزب يمكن من أكثر المساهمين الداعمين في ما يحدث الآن من توجيه مساعدات إنسانية لأهالينا في غزة، بس عايزين نعرف تفاصيل. طبعا زي ما حضرتك تفضلت بداية، حزب مستقبل وطن الحمد لله رب العالمين حزب يحظى بأغلبية في مجلس النواب، وحزب موجود على الأرض في جميع محافظات مصر من مدنها وقراها ونجوحها في كل الوحدات الحزبية. أعضاء الحزب دائما داعمين للقيادة السياسية وداعمين للوطن وللدولة المصرية، فكان دائما بنكون زي ما بيقولوا بوصلة لمشاعر المصريين. فبمجرد ما شفنا النهاردة المؤتمر الصحفي واللي كان فخر لكل مصري وكل مصرية ما قاله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور المستشار الألماني، شعرنا بأن الشارع كله عايز يخرج ويؤيد ويدعم القائد الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي. اجتمعنا فورا وكان قيادات الحزب بسرعه جدا موجودين، وفي حضور السيد رئيس الحزب معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتلا البيان نائب رئيس الحزب وامين التنظيم معالي النائب احمد بيك عبد الجواد. البيان زي ما حضرتك سمعوا وسمعوا كل المصريين كان محدد جدا واضح جدا، الحزب جاهز بكل كوادره، كان موجود في كل المحافظات النهارده دعم وتأييد لأي قرار ودعم مطلق، والكلمة واضحة وصريحة، احنا داعمين وبنمثل كل الشعب المصري وجاهزين في أي لحظة لأي طلب يطلب من المصريين، احنا مجرد تمثيل حقيقي لكل الشعب المصري ال 105 مليون موجودين حاضرين داعمين للدولة المصرية ولقيادتها السياسية ولفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مما لا شك فيه، وده المعروف والمعهود من الحزب. وبنشكرك جدا يا دكتور، ونتمنى نشوفك قريب معانا. اشكرك جدا دكتور سمير صبري، امين شؤون الصناعه والتجاره بحزب مستقبل وطن، ومقرر لجنه الاستثمار ايضا بالحوار الوطني.